نحن في هذا نصور، شوفوا هذه حديقتنا، شوفوا انظروا، ها شوفوا كيف، شوفوا شوف هذا الشجرة جميلة كل شيء، ها انظروا شوفوا 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 كل شيء شباب في هذا، عندكم عندكم شوف شوف شوف، ها هي سكنتنا، شوفوا ندخل نوريها لكم، ها هي السكنة، من بعيد تبان هاك هاك تبان، شوفوا شوف كي راح تبان، ها هي سكنتنا، شوف كي راح تبان، تبان شابة نيشان دروك، هذي حديقتنا، دروك رانا نازلين لتحت، ونسينا نوريكم نفاجيكم البحر، ها هو البحر هذا تشوفوا فيه، هيك هناك هناك تشوفوا هناك في ديك البلاصة، في ديك البلاصة، ودروك ها شوفوا تراب رانا بنين دي السكنة، هذي تاعنا، هذي تاع عمي، وهذي تاع خال عمي، دوك نوريكم قاع باش تشوفوا قاع، شوفوا كلاب تما حرزوا، شوفوا البحر، شوفوا البحر الجميل، شوفوا كل شيء روعة وجميل في هذا السكنة، وأيضا لا أحد قاطعني، واشتركوا في هذا، وغهنا واشتركوا في قناتنا، وكل البحر صوروه واعطوني، أنا من الجزائر وأسكن في هذا البحر، الكلاب هناك، لا تذهبون من هنا لهنا آخر، ما تذهبوا، واو ما تنسوا لايك وسبسكرايب وكل شيء، ها هي ها هي سكنتنا، ديك سكنتنا، واو احضن من العقارب. العقرب أعطيكم نصيحة، العقرب لا تمسوا ولا تقتلوا ولا ديروا أي شيء، لأنه يقرص وبعد أنت تمرض وتموت، بعيد شر معليش، أنا تمشوا ودوك إذا لقينا عقرب كنوريهم لكم، بصح دروك مانيش لاقيين عقرب، نصوروا لكم عقرب ونرسلوه في الانستغرام، باي مع السلامة.